الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد فاحييكم وارحب بكم في المحاضره الثالثه من الوحده الاولى. والتي تتكلم عن اداب الروايه. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن اداب المحدث، وفي هذا اليوم سوف نتكلم عن اداب طالب الحديث. المقصود باداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كما سبق أن العلم يشرف طالبه بشرف ذلك العلم وأعظم العلم هو كلام الله تبارك وتعالى ثم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا كان الطالب طالب أن حديث, حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يتحلى بالاداب العاليه الساميه الرفيعه التي تليق بهذا العلم وهذه الاداب التي ذكرها العلماء يقسمونها الى قسمين القسم الاول منها هو الاداب التي يشترك فيها طالب علم الحديث مع المحدث فهي اداب مشتركه فيما بينهما ينبغي ان يتحلى بها جميعا والقسم الثاني وهو الاداب التي ينفرد بها طالب علم الحديث عن شيخي فان الشيخ له آداب ينفرد بها وكذلك طالب العلم، طالب الحديث له آداب أخرى ينفرد بها، أما القسم الأول وهو الآداب التي يشترك فيها مع المحدث فهي ثلاثة آداب، الأدب الأول تصحيح النيه والإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب علم الحديث، وقد سبق الكلام على هذا. أيضا الأدب الثاني وهو الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا، يعني أن يحذر طالب علم الحديث كما يحذر المحدث من أن تكون غاية طلبهم للعلم وتعلمه وتعليمه التوصل إلى أغراض الدنيا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة والحديث صحيح لم يجد عرف الجنة أي لم يجد ريحها يوم القيامة الادب الثالث وهو العمل بما يسمعه من الاحاديث، وهذا هو غايه الطلب، وغايه التعلم، وهو ان يعمل الانسان بما علم، فالعلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هذه الاداب الثلاثة هي الاداب المشتركة فيما بين المحدث وطالب علم الحديث. أما الاداب التي ينفرد بها طالب علم الحديث عن المحدث فهي ثمانية اداب. الادب الأول أن يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فينبغي لطالب العلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له ذلك الطريق وأن يسدده فيه وأن يعينه على ضبط الحديث وفهمه. الأدب الثاني أن ينصرف إليه بكلية بكليته ويفرغ جهده في تحصيله، يعني أن يفرغ ذلك الطالب وقته كله لطلب العلم، لطلب علم الحديث. وقد ذكر عن الإمام الشافعي أنه يقول علمان لا يحيط بهما إلا معصوم. الحديث واللغة وذلك لاتساع كل منهما فينبغي لطالب علم الحديث أن إذا توجه لطلب الحديث أن يتفرغ له وأن لا ينشغل معه بغيره لعله أن يحصل شيئا منه الأدب الثالث إذا بدأ السماع أن يبدأ من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا فهذه ثلاث قضايا ينبغي أن يتأملها طالب علم الحديث لأن الشيوخ قد يكثرون فينبغي أن يتخير منهم أفضلهم إسنادا كأن يكون اعلى الناس اسنادا او ان يكون اسناده من اصح الاسانيد وكذلك ان يكون في علمه ودينه يعني في المقام العالي والرفيع وهذا العلم كما يقول ابن سيرين رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم الادب الرابع من اداب طالب الحديث ان يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره فذلك من اجلال العلم واسباب الانتفاع وان يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل منه الجفاء. وهذا من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم عموما وطالب الحديث خصوصا، وهو تقدير الشيخ وتبجيله وتعظيمه لاجلال العلم الذي يحمله، وهذا يؤدي الى ان ينتفع بعلمه، وكذلك ان يتحرى رضاه وفيما لو حصل منه جفاء او غلظه او ما اشبه ذلك فيصبر عليها. ومن الطرف التي تقال في مثل هذا ان الاعمش ومن من التابعين كان اتخذ له كلبا عند بابه كلب حراسة يطرد من أتاه فجاء طلاب العلم إلى إلى بيته فطردهم الكلب فذهبوا ثم جاءوا في اليوم الثاني فطردهم الكلب فذهبوا وصبروا على مثل هذا الجفاء ثم بعد ذلك جاءوا في اليوم الثالث فلم يجدوا الكلب فاقتربوا من الباب وطرقوا الباب فقال الأعمش ادخلوا فقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من الاداب ايضا وهو الادب الخامس ان يرشد زملائه واخوانه في الطلب الى ما ظفر به من من فوائد ولا يكتمها عنهم فان كتم الفوائد العلميه على الطلبه لؤم يقع فيه جهله الطلبه الوضعاء لان الغايه من طلب العلم نشره اذا فطالب العلم ينبغي ان يتحلى بمعرفه بمحبه الخير لكل لكل الزملاء وأن يدلهم ويرشدهم إلى ما يحصله ويظفر به من الفوائد ومن درر العلم وهذا يدل على يعني أنه يحب يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا من كمال عقله الأدب السادس الذي يلي هذه الآداب وهو ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن دونه في السن أو المنزلة ولا يتعلم العلم اثنان مستحن ومتكبر ولا يبلغ الانسان الدرجة العالية من العلم حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه ايضا والادب السابع عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أدع اتعب نفسه دون ان يظفر بطائل فينبغي لطالب العلم كما يتعب نفسه في سماع الحديث وكما يتعب نفسه في كتابة الحديث أن يتعب نفسه في فهمه ومعرفته والعمل به الأدب الأخير وهو يتعلق بسلم التعلم أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم يلي ذلك سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك وإذا دخل في كتب العلل فيبدأ بعلل الدار قطني وإذا أراد في أيضا أن يضبط الأسماء ويترجم لرواه فينظر في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي ضبط الأسماء كتاب الإكمال لابن ماكولا وفي معرفة غريب الحديث أيضا يكون ذلك ويتناوله من أفضل ما ألف في ذلك وهو كتاب غريب كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله وهذا شيء يسير مما ينبغي أن يبدأ به الطالب سلمه في في التعلم وإنما قدمنا الصحيحين صحيح البخاري ثم صحيح مسلم لأنها لأنهما أصحوا كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهذا هو سلم مذكور وهو اجتهادي وقد يقدم شيئا على شيء لكن لا ينبغي أن يتقدم على الصحيحين شيء ثم بعد ذلك ما تبقى من الكتب الستة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته